عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض منظم للمايكروويف أو الفرن الكهرباء، المنظم اللي بيتحط فوق المايكروويف. الفكرة دي حصريا وجديدة على اليوتيوب، فكرتي أنا ما خدتهاش من أي حتة. الأدوات اللي هنحتاجها، هنحتاج كرتونة أو لوح أبلكاش أو خشبة. دي كرتونة نتيجة بتاعت السنة دي، أنا شلت البلوك وخليت النتيجة، هي قوية زي لوح الأبلكاش. وهنحتاج رول الفويل أو ورق الاسترتش. أنا معلمة كده، هقسم كل رول على اتنين عشان يبقوا الرجلين بتاعت المنظم بتاعي. وهنحتاج مسدس الشمع. رول الفويل طوله 43، يعني هنقسم على اتنين يبقى 21.5 و21.5. دلوقتي هبدأ هقسم الأول الرول، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. هنسميه بسم الله. اهو انا قطعت رول الفويل زي ما انتم شايفين، الرولين اللي كانوا معايا قطعت كل واحد على اتنين. دلوقتي هعمل ايه؟ هلزقهم في الكرتونة او في لوح الابلكاش اللي معايا عشان يبقوا رجلين للمنظم بتاعي. هلزقهم كده، هاجي على الحرف خالص والزقهم بمسدس الشمع اهو كده، في كل ناحية هحط رجل. اهو شايفين، هلزقهم بالشكل ده. على الحرف خالص. مسدس الشمع لازم يبقى سخن عشان الشمع بتاعي يبقى سايح جدا. اهو بعد كده، وبعد ما هخلص والزق رجلين المنظم بتاعي هدهنه. لو عندكم ستيكر هتكسوه بالستيكر، انا هدهنه. اهو هدهن بقى المنظم بتاعي بالدهان والفرشة. لو عندكم سبراي هتدهنوه، انا عندي دهان هدهنهم بالفرشة. بصوا المنظم بتاعي بعد ما لزقت الرجلين هو ده بقى شكله، هدهنه بقى. بصوا اتفقنا، لو عندكم ستيكر هتكسوه بالستيكر. هخلص وهوريكم شكله بعد ما يخلص. انا دهنت المنظم بتاعي او الرف بتاعي، دهنته زي ما انتم شايفين، وهسيبه ينشف. وبعد ما ينشف هنحطه على الفرن الكهرباء وتشوفوا شكله هيبقى عامل ازاي معانا. اهو يا حبايب قلبي، بعد ما حطيت المنظم بتاعي على الفرن هرص عليه دلوقتي البرطمانات بتاعت البهارات اللي عندي، وهرص عليه بقى الحاجات اللي انا عايزه ارتبها عليه. اهو المنظم بعد ما رصيت عليه الحاجات
انا رصيت عليه طقم البهارات بتاعي اللي انا عملته معاكم من عجينة الورق قبل كده، بصوا شكله جميل ازاي. وفرشت مفرش، لو مش عايزين تفرشوا المفرش عادي، هو شكله جميل، احنا دهنينه مع بعض، او ممكن تكسوه بالاستيكر. ورصيت حاجات من تحت المنظم على الفرن الكهرباء، رصيت عليه مصافي بلاستيك، والهون اهو زي ما انتم شايفين شكله جميل جدا. لو عجبتكم فكرة منظم الفرن او الميكروويف ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.